شهد صنعاء وتعز وذمار والبيضاء وإب والحديدة مسيرات ضخمة تنديدا بالجرائم والانتهاكات المتواصلة لمسلحي الحوثي وللتأكيد على المضي قدما في استعادة مسار ثورة 11 من فبراير. أصيب 7 أشخاص في الحديدة إثر اعتداء مسلحي الحوثي بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلات للدموع على المشاركين في المسيرة. فيما تتحدث الأنباء عن لقاءات في صنعاء بين الحوثيين والأطراف السياسية، كشفت مصادر إعلامية عن توجه وفد من حزب المؤتمر يضم عارف الزكا وياسر العواضي ويحيى دويد وأحمد الكحلاني إلى صعدة للقاء عبد الملك الحوثي. أكد اجتماع ضم محافظي محافظات إقليم عدن ولجانها الأمنية التمسك بمخرجات الحوار والشرعية الدستورية ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، وأقروا رفع الجاهزية القتالية واليقظة الأمنية للأجهزة العسكرية والأمنية واللجان الشعبية. وصف اجتماع ضم السلطة المحلية واللجنة الأمنية وممثلي الأحزاب السياسية بمأرب تصعيد الحوثيين على الرئيس هادي بالعمل الانقلابي، وأقروا أيضا عدم التعامل مع أي قرارات تصدر من صنعاء. اغتال مسلحان يستقلان دراجة نارية بصنعاء ضابطين بالجهاز الأمن السياسي بجوار جولة الرويشان على مقربة من مقر الجهاز. أفرجت السلطات الإريترية اليوم عن 4 صيادين يمنيين كانوا محتجزين لديها منذ 9 أشهر. توفي 4 أشخاص من قرية عدين جبل حبشي وأصيب 10 آخرون، حالة 2 منهم خطرة في اصطدام حافلة نقل جماعي بسيارة صالون في منطقة الرمادة على خط تعز هجدة.